ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو مفروض ان هو واحد من الافلام المنتظره السنه دي، وهو الفيلم الجديد فينوم ذا لاست دانس. قبل ما نبدا حلقتنا اتمنى ان انتوا تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل بتاعتنا، ده يا جماعه بيساعدنا جدا، وما تنسوش اللايك والشير للحلقه، ويلا بينا نبدا. قبل ما اخش اعمل تريلر رياكشن للفيلم الجديد اللي هو فينوم، او بمعنى الاصح هو الفاينل تريلر، انا كنت قبل التريلر ده كنت عايز اعمل تريلر رياكشن للفيلم الجديد اللي هو جوكر، بس احنا كنا اوريدي عاملين له 2 تريلر رياكشن، فبصراحه حسيت ان الموضوع هيبقى بصراحه يعني اوفر اكزاجيريتنج لو انا عملت له تريلر رياكشن كمان. يعني فاهمين قصدي؟ لان امبارح ولا اول امبارح كان نزل له تريلر جديد بعنوان تقريبا اسمه That's Life، فما رضيتش بصراحه ان انا اعمل له تريلر رياكشن، واتفرجت عليه على طول. بصراحه حسيت ان انا ما فاتنيش كتير، لان تقريبا معظم الشوتس او معظم اللقطات اللي كانت موجوده في التريلر هي نفس الحاجات اللي كانت موجوده في التو تريلرز اللي احنا كنا عاملين لها تريلر رياكشن. وصراحة من التريلر اللي انا شفته امبارح ده، ولا النهاردة، انا مش النهاردة، انا اسف، التريلر اللي انا شفته النهاردة بتاع جوكر، بصراحة مش عارف ليه مش الى حد ما صراحة مش متفائل. ومعانا التريلر الجديد لفيلم فينوم The Last Dance، وهو الجزء الثالث، واللي هو احنا كنا اوريدي كنا قايلين ان هو من تأليف ومن اخراج كالي مارسيل، وده اول فيلم اخراجيا لكالي مارسيل، وهيبقى معانا في البطولة توم هاردي، ومعانا برضو تشويتال أديوفور، ومعانا سيباستيان ستيفن جرام، وفي برضو ميسس تشان اللي هي باجي لو اللي كانت موجودة في الجزئين اللي فاتت لحد ما نفس الكاست. وفي عندنا ريس ليفان، ده نفس، على فكرة ده نفس الممثل اللي كان قام بدور البطولة في أميزنج سبايدر مان في الجزء الأولاني اللي كان مع أندرو جارفيلد اللي هو كان طالع الدكتور اللي بقى الليزرد. فهل دي علامات استفهام ان ممكن مثلا سبايدر مان يظهر شوية في الفيلم ده؟ الله اعلم، هنشوف برضو التريلر، بس انا اشك ان سبايدر مان ممكن يظهر في التريلر زي ده، يعني حتى يعني مش عارف اذا كان ممكن يظهر في الفيلم ولا لا، بس يعني هل ده مثلا الريفرنس ان ممكن يكون اندرو جارفيلد جوه العالم بتاع فينوم، او توم هاردي سوري توم هولاند في العالم بتاع فينوم؟ فلسه مش عارفين اي حاجة هم هيمشوها ازاي، وهل فعلا ده هيبقى اخر جزء ليه فينوم، ولا هيكون برضو لسه في افلام تانية، وممكن يبقى في افلام تانية ومعانا توم هاردي ما يكملش، ممكن يجيبوا شخصية تانية بما ان احنا بنتكلم في مالتي فيرس والكلام ده كله، فالله اعلم لسه مش عارفين اي حاجه. طبعا كان عايز ما اشوفش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي الاول مره فينوم ذا لاست دانس، ويلا بينا. This is your captain speaking. If you look out to your left, you'll see a beautiful view of the My home has found us. Who sent that thing? They were running. From what? As long as Adam lives. Everything will end. Why do you keep knocking people out? What is wrong with you? This world can't survive if you stay together. In every man's life, where you have to make a sacrifice. I need more money. اوكي بصوا، صراحة برضو انا عندي نفس كلام اللي انا قلته قبل كده، معرفش ليه، بس برضو مش متفائل. يعني انا الجزء الاولاني صراحة بتاع فينوم انا ما عجبنيش، يعني انا الجزء الاولاني ما عجبنيش، والجزء التاني ما عجبنيش بقى خالص. يعني الجزء التاني برضو كان بالنسبة لي يعني صعب قوي، يعني اللي هو لادر بي كورنيج ده، يعني انا فاكر ان كورنيج ده اصلا يعني المفروض يبقى موجود، يعني اول هل سات لوس زي ما بيقولوا، كميه الدم اللي كان المفروض يبقى فيه والعنف والكلام ده كله، بس طبعا عشان في الاول وفي الاخر تقريبا الفيلم اتس بي جي 13 موفي، فطبعا مش هيبقى فيه دم ولا هيبقى فيه من الكلام ده. ولحد دلوقتي على فكره انا ما اعرفش الفيلم ده برضه هيبقى ريتد ار ولا بي جي 13 زي الجزئين اللي فاتوا، غالبا موست بروبابلي هيبقى بي جي 13 برضه. فدي برضو من الحاجات اللي انا بصراحة مش بحبها، لان انا كنت قايل قبل كده حتى في المراجعة بتاعت الجزء التاني ان فينوم اصلا مفروض من الشخصيات المرعبة، لان انا عن نفسي كنت بتفرج على سبايدر مان الكرتون زمان وانا صغير،
فانا اصلا بالنسبه لي فينوم ده كان شخصيه مرعبه هو وكارنيج يعني. فكون ان هم يطلع بهذه السذاجه صراحه ماشي. انا ما قلت لكش ما تقولش افهات, قول افهات والكلام ده كله, بس كل فين وفين, بس مش الفيلم كله افهات يعني. انا اتمنى بصراحه اكون غلطان في اللي انا بقوله, واتمنى بصراحه ان الجزء ده يبقى احلى من اللي فات ومن اللي قبله. بس صراحه برضو انا من التريلر زي ما قلت انا مش متفائل, والتريلر كنت عامله قبل كده تريلر رياكشن على فكره برضو ما كنتش متفائل له. انا حتى مش فاكر التريلر اللي فات انا كنت مديله كام كنسبه ترقب, بس اي ثينك ان هو كان نسبه ترقبه قليله جدا. عامه هينزل الشهر الجاي في 25 اكتوبر وهنشوف هل الفيلم ده يعني. حتى كمان لو هنيجي نتكلم واحده واحده مثلا على سبايدر مان نو واي هوم, سبايدر مان نو واي هوم كان واحد من الكريديت سينز اللي كانت فيها, هو كان ميد كريديت سين, كان عندنا توم هاردي اللي هو شخصيه عندنا فينوم. كان حتى لو خدتوا بالكم في التريلر ده كان لابس نفس اللبس, القميص والتيشيرت والشورت ده لما كان قاعد في البار, ومره واحده لما مشى ولا اختفى ولقى السيمبيوت فضلت موجوده على الترابيزه. فهو الظاهر ان احداث الفيلم ده اي ثينك سو هتبدا من عند البار اللي هو بتاع سبايدر مان نو واي هوم. الله اعلم بقى هيدخله معاه بقى. ده السؤال المهم, وده كل الناس اللي بتساله صراحه. انا عن نفسي انا ما عنديش اجابه ليه يعني. انا مش كوميك بوك فان, انا واحد ما بيقراش كوميك بوكس, انا واحد بتاع افلام يعني, واحد بيتفرج على افلام ملوش في الكوميك بوكس. بس هل بقى فعلا سبايدر مان هيخش معانا في العالم بتاع فينوم ولا لا, ولا هل مثلا توم هاردي هيخش مثلا في عالم بتاع سبايدر مان, هل مثلا فينوم توم هاردي هيخش مثلا في عالم بتاع اندرو جارفيلد مثلا وهيعملوا مثلا ممكن نقول هيعملوا اميزنج سبايدر مان الجزء الثالث, الله اعلم. دي اسئله كتيره جدا احنا بصراحه انا ما اعرفش اجابتها. اتمنى بصراحه ان هم يدخلوا معاهم سبايدر مان, لان بصراحه لحد دلوقتي ان هم ما يدخلوش مع سبايدر مان ده شيء غريب جدا. انا عارف ان هو ليه علاقه بموضوع حقوق الملكيه وسوني ومش سوني ومارفل وبتاع ووجع قلبه وشغلانه سودا يعني. وبرده السؤال الاهم ده بالنسبه لي على الاقل, حتى هل شخصيه فينوم هتكمل, لان انا عندي احساس ان الفيلم ده هيكون اخر فيلم لفينوم يعني. عندي احساس ان ده هيكون اخر فيلم لفينوم توم هاردي يعني. ممكن شخصيه فينوم تكون مكمله معانا, بس توم هاردي الممثل نفسه ما اعتقدش ان هو هيكمل معانا تقريبا على ما اعتقد. ده من وجهه نظري شايف ان ممكن ده يحصل, ان هما ممكن في المستقبل هيجيبوا شخصيه فينوم تاني, بس ممكن يبقى بممثل مختلف. ده احساسي ان هما مش هيكملوا مع توم هاردي, او ممكن يكون ده اخر فيلم توم هاردي. فبرضو اسئله كتيره لسه مش عارفين عنها اي حاجه. ده اللي هنكتشفه يوم 25 اكتوبر ان شاء الله باذن الله مع صدور فيلم فينوم The Last Dance. وانا نسبه ترقبي صراحه للفيلم ده هي 6/10 مش اكتر من كده. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم فينوم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم, ما تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانل التاني اسمه هوم الون وتيك تو, هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.